ترى ما يقع في غزة من عدوان وقتل للرجال للنساء للأطفال، دماء تراق. هذا أمر خطير، وهذا عدوان سافر على الإنسان، على الرجال، على النساء. هذا أمر أكرر تحذيرا منه، وأؤكد مرة ومرة لمن يعتدون أنه لن يكون لهم أبدا، لن يكون لهم أبدا، لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة. لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها. أقول لهؤلاء، أقول لهؤلاء باسم الشعب المصري كله، أقول لهم إن مصر اليوم، إن مصر اليوم، إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس. إن العرب اليوم مختلفون تماما عن العرب الأمس. إن المسلمين اليوم، إن المسلمين اليوم، إن المسلمين اليوم ليسوا أبدا كما كانوا منذ سنوات، وإنما نحن جميعا، مصر شعبها الكبير وإمكانياتها الضخمة ورجالها الأفزاز ونساؤها القادرات على العطاء، مصر والعرب والمسلمين، أقول وبكل ثقة في هؤلاء جميعا، لن يتركوا غزة وحدها. إننا اليوم، إننا اليوم أمام هذا العدوان، نقول للمعتدي لن يتحقق لكم سلام بالعدوان، لن يتحقق لكم سلام بالعدوان، ولن يكون لكم استقرار بالعدوان، ولن تنالوا خيرا على هذه الأرض بالعدوان. إن الحرب لا تؤسس الاستقرار أبدا، ولا تؤسس لسلام أبدا، وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم، وتكون محركا لكل شعوب المنطقة ضدكم. نقول حكومة، أقول قيادة وحكومة وشعبا ووطنا وأمة، أقول لكم محذرا مؤكدا بتجديد الكلمات الواعية، بإرادة قادرة وإمكانيات بفضل الله ضخمة وعطاء لا ينقطع، أقول لكم غزة ليست وحدها، وأقول لكم، وأقول لكم، وأقول لكم إن العالم لا يقر العدوان أبدا، وإن الدنيا بأسرها تقول للمعتدي لا، وإنكم لن تستطيعوا أن تقهروا شعبا، ولن تستطيعوا أن تقتلوا أمة، وليس في مقدوركم، ولن تكونوا يوما قادرين على أن تقيموا أبدا سلاما أو استقرارا لأنفسكم بعدوانكم. اقرأوا دروس التاريخ، وتعلموا من الواقع والماضي، وتعلموا من هذه الدروس أنكم أبدا لم تفلحوا.